السلام عليكم ورحمة الله. سعيد بالتجديد بلقائكم مرة أخرى. الدرس أو الموضوع اللي غنتناولو اليوم هو درس فيه تناول عليه، ولكن غندخلو دابا في التفاصيل فيما يخص القانون المدني، وخصوصا غنتكلمو على مصادر فيما يتعلق بالمصادر الإدارية للالتزام في شقها ديال التقسيمات، معروف بما تهدرنا على التعريف ديال العقد. الآن غادي نتكلمو على التقسيمات ديال العقد أو التقسيمات ديال العقود. ولا كان من الصعب عمليا تعداد العقود المبرمة في الواقع وحصرها، لكن الفقهاء للقانون قاموا بتقسيمها إلى عدة طوائف أخذا بعين الاعتبار عدة عوامل، وذلك بغية استخلاص الأحكام التي تسري على كل طائفة منها. ويلاحظ كذلك في هذا الشأن تعدد هذه التقسيمات، وذلك بتعدد الزوايا التي ينظر منها العقل. إذن أعيد، قلت أن اليوم هذا الموضوع نتكلم على القانون المدني فيما يتعلق بالمصادر الإدارية للالتزام، وخاصة غنهضروا على شق ديال التقسيمات ديال العقود. واليوم غنهضروا على فيما يتعلق ب العقود الرضائية والشكلية والعينية على أين. وقلت أنه من الصعب عمليا تعداد العقود المبرمة في الواقع وحصرها، قاموا الفقهاء لأنه كان من الصعب عمليا، وقاموا الفقهاء بتقسيمها إلى عدة طوائف أخذا بعين الاعتبار عدة عوامل، وذلك بغية استخلاص الأحكام التي تسري على كل طائفة منها. ويلاحظ في هذا الشأن تعدد هذه التقسيمات، وذلك بتعدد الزوايا التي ينظر منها العقد. فمن حيث التكوين تنقسم العقود إلى رضائية وشكلية وعينية، ومن حيث حرية الأطراف في مناقشة شروط العقد ينقسم العقد إلى عقد مساومة وعقد للإدعان. أما بالنظر إلى موضوعه قد يكون العقد مسمى أو غير مسمى، بسيطا أو مختلطا. ومن حيث الآثار التعاقدية يمكن أن يكون العقد ملزما للجانبين أو ملزم لجانب واحد، أو يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع. أما من حيث الطبيعة قد يكون عقدا محددا أو عقدا احتماليا، أي عقدا فوريا أو زمنيا. وأخيرا بالنظر لأشخاصه يكون إما عقدا فرديا أو جماعيا. إذن هذه هما التقسيمات ديال العقود. أما فيما يتعلق أعيد أنه قلت أنه كان نهضم على التقسيم ديال العقود، قلت أنه كان من الصعب عمليا تعداد العقود مبرمة في الواقع وحصرها، فقد قام الفقهاء بتقسيمها إلى عدة طوائف أخذا بعين الاعتبار عدة عوامل، وذلك بغية استخلاص الأحكام التي تسري على كل طائفة منها. ويلاحظ في هذا الشأن أن تعدد هذه التقسيمات، وذلك بتعدد الزوايا التي ينظر منها العقد. قلنا أنه من حيث التكوين تنقسم العقود إلى رضائية وشكلية وعينية، هذا من حيث التكوين. أما من حيث حرية الأطراف في مناقشة شروط التعاقد ينقسم العقد إلى مساومة أو عقد إدعان.
لكن بالنظر إلى موضوعه قد يكون العقد مسمى أو غير مسمى، بسيطا أو مختلطا. أما من حيث الآثار التعاقدية فالعقد يمكن أن يكون ملزما للجانبين، أو ملزما لجانب واحد، أو يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع. أما من حيث الطبيعة فكيختلف، إذن يكون العقد إما محددا أو عقدا احتماليا، أو عقدا فوريا أو زمنيا. أما في الأخير بالنظر لأشخاصه فإما يكون هذا العقد إما فرديا أو جماعيا. ودابا غنشوفوا أشنو اللي كيميز ما بين العقود الرضائية والشكلية والعينية، هادو هما اللي قلنا من حيث التكوين ديال العقد. فقلنا أن العقد الرضائي هو العقد الذي ينعقد مرتبا لكافة آثاره القانونية بمجرد، قلنا أنه بمجرد يعني بمجرد أن هاد خص يكون تراضي الإرادتين أو أكثر، ومن غير حاجة لإفراغ هذا التراضي في قالب أو شكل معين. ويلاحظ هنا أنه إذا كان الأصل في الوقت الحاضر هو حرية التعاقد، هذا الأصل حرية ديال التعاقد، فإن تمت عدة مقتضيات شرعية تحد من هذه كتحد من هذه الحرية تحقيقا لمصلحة عامة أو حفاظا على النظام العام. إذن ما كنخرجوش على القاعدة. والعقد الشكلي أين هو؟ العقد الشكلي هو ذاك العقد الذي يتطلب انعقاده إفراغ التراضي عند إبرامه في إطار شكل معين يبينه القانون. ويلاحظ والذي يلاحظ هو التعدد ديال الشكل أو الأشكال القانونية المتطلبة لإبرام عقد من العقود. فبيع العقار مثلا لا يكون تاما إلا إذا ورد العقد كتابة في محرر ثابت، يعني ثابت بمعنى التاريخ. وهذا جاء في الفصل 489 من قانون التزامات العقود. وعقد الشركة التي يكون محلها عقارات أو أموال عقارية يمكن رهنها رهنا رسميا والمبرم لأكثر من 3 سنوات لا يكون تاما إلا إذا حرر في وثيقة مكتوبة. هذا الفصل 987 من قانون التزامات والعقود. كذلك أن الاتفاقيات ديال الاتفاقية التعاقدية إلزامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه لا تكون صحيحة إذا كان محلها عقارا محفظا. علاش؟ حيث كيبقى الاستثناء إذا قيدت في السجل العقاري، هذا الفصل 67 من الظاهر المتعلق بالتحفظ العقاري، وما سوى ذلك كثير. كذلك ويتعين على أنه يتعين على هاد المتعاقد أو أن التفريق أنه هاد التفريق بين الشكلية التي تجمل العقد شكليا وتعرف بشكلية الانعقاد، وبين غيرها من أنواع الشكليات خاصة منها شكلية الإثبات. إذن هذه الشكلية ديال الإثبات المتطلبة قانون لإثبات وجود العقد،
وليس لانعقاده، وذلك كما في حالة الاتفاقات في حالة الاتفاقات التي يكون مثلا من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعديل الالتزامات أو الحقوق التي تتجاوز قيمتها 250 درهم، والتي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. كذلك وإما يتعين كذلك أن تحرر بها حجة توثيقية أو عرفية، حيث هذا الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، هذا فيما يخص العقد الشكلي. أما فيما يخص العقد العيني لكي يميزوا على العقد الشكلي وكيميزوا على العقد الرضائي، أن هذا العقد العيني هو يقتضي بالإضافة إلى عنصر تراضي تحقق. دابا درنا حيت هادو هما الأركان، هاد التراضي خصو يتحقق شكليا من نوع خاص في حصول تسليم محل العقد للطرف الثاني في الاتفاق. هذا هو اللي كيميزو ما بين هادو. إذا قلنا أنه هاد الميزة ديال العقل العيني أن يقتدي بالإضافة إلى عنصر تراضي تحقق شكلية من نوع خاص في حصول تسليم محل العقد للطرف الثاني للاتفاق. كذلك وهذا ما يلاحظ في جملة من العقود كالرهن الحجازي للمنقول، هذا الفصل 1186 من قانون الالتزامات والعقود، والوديعة الاختيارية الفصل 781 من قانون التزامات العقود، وكذلك عقد القرض هذا الفصل 856 من قانون التزامات والعقود، وعقد العارية الفصل 833 من قانون التزامات والعقود. إذن هذا الشق اللي كنهضروا فيه على الحق العيني هو جد مهم، وهو اللي كيميزو على العقود الرضائية والعقود الشكلية. سأعيده وقلت أن العقد العيني هو الميزة ديال العقد العيني أنه يقتدي بالإضافة إلى عنصر تراضي تحقق شكلية من نوع خاص في حصول تسليم محل العقد للطرف الثاني في الاتفاق. وقلت بأنه يلاحظ في جملة من العقود كالرهن الحجازي للمنقول الفصل 1186 من قانون التزامات والعقود، والوديعة الاختيارية في الفصل 781 من قانون التزامات والعقود، كذلك عقد القرض الفصل 856 من قانون التزامات والعقود، وعقد العارية الفصل 833 من قانون التزامات والعقود. وتجدر الإشارة أنه يتعين التفريق بين نوعين من التسليم، الأول يشكل الركن الخامس من العقد بالإضافة إلى التراضي والأهلية والمحل والسبب، وهو الذي يجعل العقد عينيا، والثاني واقعة التسليم كأثر مترتب عن تنفيذ معظم العقود الناقلة للملكية، مثلا كعقد البيع الذي يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري، وهو خالي من العيوب. وتلك مثلا الواردة على الخدمات، من ذلك مثلا عقد المقاولة، عقد المقاولة الذي يتعهد بموجبه المقاول بتسليم الشيء محل المقاولة لرب العمل أو المالك. إذن أعتقد أن هنا دابا درنا واحد التمييز، هاد التقسيمات ديال
التقسيمات اللي كان هضو على العقود ديال التقسيمات ديال العقود، خاصة فيما يتعلق به المصادر الإدارية للالتزام في مادة القانون المدني. هادو هما التقسيمات الأولين ديال العقود اللي دابا ذكرنا، ميزنا ما بين العقد الرضائية والشكلية والعينية. وكاينين هناك عقود أخرى، كمثلا عقود المساومة وعقود الإدعان، عقود المسمات وعقود غير المسمات. كذلك كنهضروا على العقود البسيطة والعقود الفرعية. كنتكلموا كذلك على العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة للجانب الواحد. نهضروا على العقود المعارضة المعاوضة وعقود التبرع. كذلك العقود المحددة والعقود الاحتمالية، ثم الاحتمالية، ثم هناك عقود فورية وعقود زمنية. وكذلك هناك عقود فردية وعقود جماعية. هادو هما التقسيمات اللي انهم الفقهاء ديال القانون اللي لقاو فيهم صعوبة في التقسيم ديالها وجردوهم منها بهاد الشكل. اذا اليوم احنا درنا ميزنا ما بين العقود الاولى وهي اللي قلنا على مستوى الشكل اللي هي عقود رضائية وشكلية وعينية، وفصلنا ما بيناتهم وميزنا ما بين العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني. وسنفصل بين هاد العقود اللي دابا ذكرتها آنفا، غنديروهم في حصة أخرى إن شاء الله. والآن أستودعكم الله وأتمنى لكم ليلة سعيدة، وكنشكركم على الدعم ديالكم وعلى المتابعة ديالكم، وإلى فرصة أخرى غدا إن شاء الله نديرو شي درس في هذه الوقيتة ولا قبل إن شاء الله، تهو فيما يخص القانون. أستودعكم الله وإلى اللقاء إلى موضوع آخر إن شاء الله.